بعض الكلافيكل. الكلافيكل عضماية بنسميها موديفايد لونج بون. موديفايد لونج بون ليه بقى بنسميها موديفايد لونج بون؟ احنا عندنا الهيومرس ده لونج بون والكلافيكل ده لونج بون. كلمة لونج بون عضماية لها تو اند بنسميهم ابيفيسز وشافت اللي بنسميه ديافيسز. دي برضه لها تو اند يعني لها اوبيفيسز وابيفيسز وشافت برضه ديافيسز. بس دي هنقول عليها لونج بون ودي هنسميها موديفايد لونج بون. ليه بقى دي موديفايد لونج بون؟ اول حاجه لو جينا شفنا اللونج بون زي الهيومرس كسرناه هنلاقي جوه في الهيومرس حاجه اسمها بون مارو كافيتي او مدلر كافيتي. لو كسرنا الكلافيكل مش هنلاقي فيه بون مارو كافيتي او مدلر كافيتي، يبقى هنا مفيش مدلر كافيتي، يبقى هتختلف عن اللونج بون. طيب الحاجه الثانيه ان اللونج بون بيحصل له اوسوفيكيشن عن طريق حاجه اسمها كارتريجينس موديل اوف اوسوفيكيشن او كارتريجينس اوسوفيكيشن. وفي مثلا زي الفلات بون بيحصل له اوسوفيكيشن، كان ممبرين وحصل له اوسوفيكيشن، يعني دي ممبرينس ودي كارتريجينس. الكلافيكل ممبرينو كارتريجينس اوسوفيكيشن، يعني جزء منها كان ممبرين وجزء كان كارتريج وحصل لها اوسوفيكيشن، يبقى برضه موديفايد. اللونج بون بيبقى في برايمري سنتر اوسوفيكيشن بيظهر في الشافت، بعد كده الاوسوفيكيشن بيحول الشافت كله لبون، والطفل يتولد او البيبي يتولد بعد كده التو ابيفيسز لسه كارتريج. افتر بيرث بيطلع حاجه اسمها سكندري سنتر اوسوفيكيشن في التو ابيفيسز، يبقى البرايمري سنتر اوسوفيكيشن بيظهر بفور بيرث والسكندري سنتر اوف اوسوفيكيشن بيظهر بعد الايه؟ افتر بيرث. الكلافيكل البرايمري والسكندري سنتر اوسوفيكيشن ابير بفور بيرث. الاسباب اللي انا قلتها ديت بنسمي الكلافيكل موديفايد لونج بون. ده ممكن حد يسالنا في الشفا وكده ليه بنسمي الكلافيكل موديفايد لونج بون. تمام؟ طيب نيجي نشوف رايت او ليفت. الكلافيكل عضمايه محطوطه هورزونتال هنا لها ميديال اند ولاترال اند. الميديال اند جنب الاسترنوم هنسميها استرنال اند، واللاترال اند جنب الاكروميون بتاع الاسكابولا هنسميها اكروميال اند. طب هنعرف الميديال اند من اللاترال اند ازاي؟ الميديال اند بتبقى راوندد، لو بصينا هنا كده الميديال اند راوندد مدورة، اللاترال اند فلات، دي ميديال ودي لاترال، بنحطها كده كده ميديال وكده لاترال. انتيريور وبوستيريور. الكلافيكل عضمايه لها تو كيرف، كيرف كبير وكيرف صغير، كيرف تقريبا تلتين وكيرف تلت. حتى معروف اقول لك ايه المكان، اسأله في الشفوي ايه المكان اللي غالبا بيحصل فيه فراكشر ذا كلافيكل، هتقول له الجنكشن بتوين الايه؟ الميديال تو سيرد واللاترال سيرد. يبقى الكيرف الكبير ميديال، يبقى احنا قلنا بطريقه ثانيه ميديال ولاترال، الكيرف الكبير ميديال، الكيرف الصغير لاترال. كيرف كبير اهو، كيرف صغير اهو. برضه يبقى قلنا ميديال ولاترال ثاني. فاضلنا انتيريور وبوستيريور. الكيرف الكبير بيبقى كونفكس انتيريور. كونفكس انتيريور. تمام؟ ما ينفعش كده ولا تنفع كده. المهم الكيرف الكبير كونفكس انتيريور ماشيه كده صح، ادي ميديال وادي لاترال وادي كونفكس انتيريور، برضه ماشيه كده صح، ادي ميديال وادي لاترال وادي كونفكس انتيريور. فاضل لنا ابر سيرفيس واللور سيرفيس عشان نعرف نحطها في الناحيه بتاعتها بالظبط. كلافيكل لو بصينا كده ابر سيرفيس بتبقى سموث بالمقارنه باللور سيرفيس رف. رف ايه الرف اللي فيه بقى؟ راف اريا ميديالي ماسك فيها ليجمنت اسمه كوستو كلافيكولار ليجمنت جنب الميديال اند، وراف اريا لاترال وعباره عن لاين اسمه ترابزود لاين ليه تيوبركل اسمها كونيت تيوبركل، ترابزود لاين وكونيت تيوبركل ماسك فيهم ليجمنت الاثنين اسمه كوراكو كلافيكولار ليجمنت. لو علمنا على اللاين وعلى التيوبركل هنقول كوراكو كلافيكولار ليجمنت، لو علمنا على اللاين بس هنقول ترابيزويد بارت اوف ذا كوراكو كلافيكولار ليجمنت، علمنا على التيوبركل بس كونويد بارت اوف ذا كوراكو كلافيكولار ليجمنت، وغالبا بنعلم على كلها نقول اللي هو كوراكو كلافيكولار ليجمنت. يبقى ادي ناحيه الميديال وادي ناحيه اللاترال.
في جروف في النص، جروف اسمه سب كليفيال جروف، عضله عامله في انسرشن اسمها سب كليفيال ماسل انسرشن. يبقى الحاجات دي موجوده على الانفيرو سيرفيس. يبقى لو حطينا الكلافيكل كده ادي ميديال ادي لاترال كونفكس انتيريور ابر سيرفيس سموث لور سيرفيس اللي هو فيه الحاجات اللي انا قلتها كده صح. لو عملناها كده وبصينا اللي احنا قلبنا ايه اللي فوق مكان تحت، يبقى ما تنفعش كده عشان دي الايه الانفيرو سيرفيس، هنحطها كده. طب ايه الحاجات اللي ماسكه في الكلافيكل؟ انا قلت ثلاث حاجات اللي ماسكين في الانفيرو سيرفيس اللي هو كوستو كلافيكولار ليجمنت في الراف اريا، كوراكو كلافيكولار ليجمنت في الحته دي، سب كليفيان جروف في الحته دي للسب كليفاس بس الانسرشن. فاضلين اربع عضلات ماسكين في الكلافيكل. اثنين ماسكين ميديالي واثنين ماسكين لاترال. ميديال من ناحيه قدام بيكتوراليز ميجر اورجن، ميديال من ناحيه الباك استيرنو ماسترال اورجن. عضلتين هما لاترال، لاترال من ناحيه قدام دولتويد اورجن، لاترال من ناحيه الباك ترابيزيس ايه انسرشن. انا دلوقتي اربع حاجات ماسكين في الكلافيكل، قلنا بيكتوراليز ميجر استيرنو ماسترويد دلتويد وترابيزيوس ميديال ولاترال انتيرو بوستيريور انتيرو بوستيريور، والثلاث حاجات اللي ماسكين تحت. لو قلت لك في الشفوي ازاي تعمل ارتكيوليشن ما بين الكلافيكل والسكابولا، خلي بالنا ان هنا اللاترال اند بتعمل ارتكيوليشن مع الاكروميوم في جوينت هنا اسمها ايه؟ اللي هو كوراكو لا اكروميو كلافيكولار، اكروميو كلافيكولار جوينت معايا، ودي الارتكيوليشن بالمنظر ده.